بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله واعتكف في المسجد. يعني سيدنا النبي كان يخص العشر الأواخر من رمضان بهذه الأمور. رقم واحد، شد مئزره. يعني إيه شد مئزره؟ يعني يربط حزام على وسطه، إما كناية عن أنه يبتعد عن زوجاته علشان ما ينشغلش بجماع الزوجة أو كذا وكذا وكذا، من أجل أنه يحافظ على كل دقيقة في هذه العشر. ولا شد مئزره يعني ربط وسطه علشان يقف كثيرا ويطول قيامه بالليل صلاة وتعبدا لله رب العالمين، شد مئزره. وأيقظ أهله، بيصح زوجاته عشان يصلوا معاه بالليل. وأحيا ليله، طول الليل يعبد ربه. واعتكف في المسجد، عبادة الاعتكاف، كان إما يعتكف اعتكافا كاملا يا إما اعتكافا جزئيا. فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحتفل بالعشر الأواخر من رمضان بما لا يحتفل به غيره. طيب كان يعمل إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل الأعمال، رقم واحد تلاوة القرآن، رقم اثنين قيام الليل، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة من الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء من الجسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام الليل بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين. قيام الليل يا جماعة وصلاة التراويح والتهجد نور في الوجوه، سعة في الأرزاق، صحة في الأبدان، مطردة للداء من الجسد، لقاء بالله رب العالمين. قلت لليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار، قال لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار. أنصحك في العشر الأواخر، رقم واحد كما قلت تلاوة القرآن، رقم اثنين قيام الليل، رقم ثلاثة الإكثار من الدعاء، رقم أربعة سلامة القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. لاحظت أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل سيدنا جبريل ماذا فعل الله في حوائج أمة محمد في ليلة القدر وهي في العشر الأواخر، قال سيدنا جبريل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله إليهم فغفر لهم وعفى عنهم وقضى حوائجهم إلا أربعة: مدمن خمر، عاق لوالديه، قاطع رحم، مشاحن متخاصم. المتشاحنين المتخاصمين محرومون من المغفرة ومحرومون من الرحمة ومحرومون من العفو في العشر الأواخر وفي ليلة القدر. فمن أعظم الأعمال اللي تعبد بيها ربك سلامة القلب، ودي أقرب حاجة تخلي ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك وربنا يسامحك وربنا يفتح لك أبواب الجنة كلها. من أعظم الأعمال في العشر الأواخر سلامة القلب، قلبك يبقى سليم من كل غل ومن كل حقد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أول من يمر عليكم من هذا الطريق رجل من أهل الجنة، ثلاث مرات، في الثلاث مرات هو شخص واحد. فسيدنا عبد الله بن عمر سأله ماذا تفعل؟ قال إني لا أبيت ليلة وفي قلبي غن ولا حقد ولا حسد على أحد من الناس أبدا. أنصحك في العشر الأواخر بالقرآن وبالقيام وبالدعاء وبسلامة القلب وبالمجاهدة النفس. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المقبولين،
اللهم آمين. شكرا جزيلا.